أفادت وزارة التربية والتعليم أنه سيكون بإمكان الطلبة الناجحين من الدور الأول التعرف على المدارس التي سينتظمون بها العام الدراسي المقبل 2024/2025 وذلك من خلال خدمة توزيع الطلبة على المدارس والمعروضة على واجهة موقع الوزارة اعتبارا من اليوم. علما بأن جميع المدارس الحكومية ستستقبل الطلبة وأولياء الأمور لاستلام الكتب الدراسية اعتبارا من غير الاثنين وعليه فإنه بإمكان أولياء الأمور الراغبين في التعرف على المدارس التي سينتظم فيها الطلبة الاستفادة من خدمة توزيع الطلبة على المدارس قبل التوجه لاستلام الكتب الدراسية